تحلل الجلد الفقاعي مرض يهدد حياة طفلة، وأهلها يستجدون كل السبل لإيجاد علاج لابنتهم. والعدل توضح التفاصيل حول صورة مسنة صامتة التي انتشرت صورتها وهي تحمل إلى القاضي في الدور الخامس، كذلك مقطع لعمال تحت أشعة الشمس يثير تساؤلات حول أنظمة وزارة العمل فيما يتعلق بالعمال أيضا. تتابعون معنا في هلا لهذا المساء تعديات على دبلوماسيين سعوديين في الأردن، بالإضافة إلى فقرات يا هلا الثابتة. يا هلا وسهلا فيكم في أولى حلقات برنامج يا هلا ليوم الجمعة، وراح نكون معكم إن شاء الله يعني يوميا في برنامج يا هلا من السبت ومن الأحد إلى يوم السبت نهاية الأسبوع. عموما أولى الملفات اللي نفتحها هذا اليوم حقيقة عن حالة إنسانية يعني جدا مؤثرة، هي عن مرض الجلد الفقاعي. هذا المرض اللي يمتاز من يصاب يعني بهذا المرض أن يكون جلده هش، كذلك تتواجد فقاعات مائية متكررة، وكذلك تسبب ألم كبير لمن يعاني من هذا المرض، تؤدي إلى حدوث جروح كذلك قروح. لا تنحصر الإصابة في هذا المرض بالجلد فقط، بل كذلك من أثر هذا المرض أن الإصابة فيه تتعدى إلى الإصابة في الأظافر أو الجهاز الهضمي وكذلك الجهاز البولي. الحقيقة في قصة جدا يعني مؤلمة لفتاة أو طفلة تعاني من هذا المرض. حاولوا أهلها أنهم يجدون علاج لابنتهم هنا، لكنهم ما لقوا العلاج، استجدوا وطرقوا كل الأبواب ليجدوا لابنتهم جوري علاجا. خلونا نشوف هذا التقرير اللي يحكي القصة، وقبل كل شيء يحكي معاناة جوري وأهل جوري مع ابنتهم. أبتاه لا تأس علي، لا تبتئس، فأنا الطفولة في غضة لا تطفئها الجروح. أبتاه لا تأس، فإني بأساك أجرح مرتين، وقلبك العليل ملاذي وإن عجزت عن احتضاني. قل لي لماذا تسرق الطفولة من ملامحها ولا مجيب؟ قل لي لماذا تنطوي على نفسها خلف الأستار لتحتضنها الزوايا؟ قل لي لماذا تخشى لمس البشر والاختلاط بهم؟ قل لي لماذا يدفع أبواها على الأبواب طلبا لفرصة علاج؟ مرض أنهك جسما نحيلا لم يتجاوز عامه الثالث بجروح لا تندمل، وأعياء أصاب قلب أب أضناه الركض خلف خيط أمل، وأم لم تتمنى إلا ضمة من طفلتها ليزول الألم. الضحية جوري، والجاني تحلل الجلد الفقاعي، الأمل مستشفى بالخارج، والعائق ضيق ذات اليد، والسبيل ابتعاثها للعلاج، والعائق يظل مبهما. فأجبها لماذا؟
يا هلا فيكم من جديد. تابعنا هذا التقرير الحقيقة عن هذا المرض وعن هالمعاناة لهذه الطفلة جوري الحقيقة اللي تعاني الأمرين حقيقة من هذا المرض اللي بحثوا عن علاج له في المملكة وما زالوا يبحثون عن علاج لابنتهم. حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي هنا في الاستوديو والد الطفلة جوري التي تعاني من مرض تحلل الجلد الفقاعي السيد سعد الشهراني، وكذلك سيلتحق معنا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للأمراض وجراحة الجلد الدكتور عمر آل الشيخ. حياك الله أبو جوري. أول شيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي ابنتك وأن يشافيها وأن يبعد عنها هذا المرض ويقر يعني عيونكم بشفائها وعافيتها. احكي لي المعاناة من أول ما اكتشفتوا هذا المرض في جوري حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكركم على استضافتنا الليلة. وجوري طفلة للبلد، ما هي دي لوحدي. وجوري بعد الولادة فترة وضح عليها المرض من الفم نفسه مع الرضاعة وكذا، بين معها المرض. ودينا المستشفى، جيبنا المستشفى شفاه، قالوا شيء طبيعي بس تحتاج للتنويم في العناية. هذا أي مستشفى؟ مستشفى القوات المسلحة بنجران. أنت كنت تشتغل في نجران طبعا. كنت عسكري بنجران وتقاعدت. نعم. لما شافوها حطوها بالعناية مركزة وجلست شهر. طيب أفيدونا إيش المشكلة عندها؟ إيش هذا اللي طلع في جسمها؟ قالوا هذا احتمال يكون طبيعي بس راح نحولكم الرياض، وهم هناك سووا التحاليل اللازمة والإشاعات وراح يقولوا لكم وش المرض. حولناها الرياض، جينا مستشفى القوات المسلحة وشافوها، قالوا بنسوي لها زراعة ونرسلها ألمانيا يجي الرد. أرسلوها ألمانيا، جلست سنة وثمانية شهور ما جاء لها رد. راحت ألمانيا؟ نعم، جاني موافقة. أرسلت الحالة طبعا إلى ألمانيا. أي نعم، أرسلت العينات إلى ألمانيا للتحليل والزراعة. طيب. للتأكد من المرض نفسه. رجعت التحليل أن الجين اللي هم أرسلوه سليم ما في شيء. وقتها جاني برضو رد من مدينة الملكفاة الطبية استقبلوا للحالة. أنت خاطبت بعد مدينة الملكفاة الطبية؟ لا، خاطبوا المستشفى على طول، خاطبوا المستشفيات هنا في الرياض. المستشفى التخصصي طبعا رفض استقبال الحالة ويقول مستشفى نجران قدم العلاج المناسب. مستشفى نجران محولها ما عنده علاج. مدينة الملكفاة الطبية استقبل الحالة وفتحوا لها ملف وسووا لها إشاعات وسووا لها كل شيء، سووا لها موعد ثاني بعده بأسبوعين بالضبط. لما جاء قبل الموعد أرسلونا رسالة، أرسلوا لي رسالة على جوالي نعتذر عن استقبال الحالة. اللي هو مستشفى مدينة الملكة الطبية. مدينة الملكة الطبية. نعم. كيف الرسالة؟ هل كان في مبرر؟ كلمتهم أعطوك المبرر؟ مريت عليهم قالوا ما في علاج عندنا. أطباء الوراثيات نفسهم قالوا ما عندنا علاج. شخصوا طيب المرض؟ شخصوا المرض، قالوا هذا مرض تحلل بشرة الجلد الفقاعي. وبعدين؟ وخلاص. وقف الموضوع؟ وقفوا يعني، حتى المستشفى العسكري ما عاد صار يسوي لها مواعيد باستمرار. بس الشيء الوحيد اللي هم يشكرون عليه سووه للمستشفى القوات المسلحة بالرياض الطب المنزلي يجيها للبيت. يمرونها بنوكتها. يمرونها للبيت بس ما قدموا شيء. طيب بعدها انت بحثت عن علاج برا المملكة؟ طيب البنت بحثنا عن علاج برا المملكة واتضح لي ان في علاج في مستشفى مايو كلينيك في بوسطن في امريكا، وقالوا فيه زراعة للجلد نفسه سواء من الوالدين أو موجود عندهم متوفر، وارسلوا لي الموافقة كاملة وكل شيء. قدمت برقية على الديوان الملكي لوالدي خادم الحرمين الشريفين وحولوها على وزارة الصحة. وزارة الصحة حولوها للهيئات الطبية اللي بالوشم. رحت لهم هناك قالوا بدي حولها نجران شوف مدى العلاج وينه. ما حقنا الحين نجران، قالوا لك انه ما فيها شيء، قالوا لك الموضوع مش عندنا ولا عندنا، قالوا ما عندنا علاج للمرض هذا وتاكد من الرياض كل شيء هناك. طيب وبعدين؟ وبما ان الرياض هل تاكدوا انه ان المرض تحلل بشره الجلد الفقاعي فقط. طيب عرفنا المرض، يعني قالوا حللوا وحددوا انه تحلل البشره جلد البشره الفقاعي. طيب وهم يقولوا ما يعني ما عندنا علاج هنا، يقولوا ما عندنا علاج بس الهيئات الطبيه يقول المستشفى المحول من البدايه نستفسر منه هل في علاج عندهم ولا لا. طيب قلت لهم جاكم الرد من المستشفى؟ تابعت معه؟ ما جاء رد، تابعت لان حتى تعبت صراحه. طبعا يعرف ان انت مصاب كذا، انت متقاعد يعني ولا لا؟ متقاعد طبي. عندي كهربيه القلب تعبان انا. طيب
وصل الموضوع هنا وقف، ما حاولت تروح تتخاطب طيب مع وزارة الصحة مرة ثانية يا جماعة الوضع كيف كيف، وانتم على الأقل تقدير بحيث طبعا احنا حاولنا نتواصل مع وزارة الصحة يعني ما كان فيها يرد حول الموضوع طبعا. ولعلكم معنا الدكتور بعد شوي عمر الشيخ يعني يتكلم عن الجمعية السعودية للأمراض. الدكتور انت معنا؟ شو يقولون معنا الدكتور؟ معنا دكتور عمر؟ هلا دكتور عمر. دكتور عمر هلا والله. حالة جوري دكتور عمر طبعا، وعلى كلام يعني ابو جوري الاستاذ سعد الشهراني انه خلاص وصل انه ما له علاج عندنا موجود، وعنده ما يثبت انه يعني خاطب مستشفيات برا المملكه وجر ردود انه في مستشفى في امريكا بامكانه يعالج هذه الحاله. يعني هل فعلا خلاص وصلنا مرحله انه ما عندنا علاج هالموضوع عندنا في السعوديه، وبالتالي ما في حل لانه يعالج برا المملكه او تعالج البنت برا المملكه؟ شكرا لك. الحقيقة أنا ودي أتكلم قليل عن المرض هذا اللي هو مرض انحلال البشرة الفقاعي، واسمه العلمي على ما يبدو الطفل الجوري مصاب به، واسمه العلمي إبيدرمينوزيس بولوزا. وهذا حقيقة هو أكثر من مرض، مجموعة أمراض وراثية تنتقل عن طريق الجينات، يعني يكون عطب في الطفرة الجينية لوالدي أحد الوالدين أو كليهما، وتنتقل ينتقل هذا العطب إلى الطفل أو الطفلة. هذا العطب في الجين يصير الجين لا يبني البروتينات المطلوبة لربط الجلد ببعضه على سبيل المثال. أيضا الخلايا اللي في الجلد اللي في بين طبقة الجلد العليا والسفلى ايضا بناءه نتيجه عطب في الجين لا يكون متكامل، وبالتالي بسهوله تحدث هذه الفقاعه. مثل هذه الامراض جميعها فيه هي اكثر من اربعه خمسه امراض تشخص كلينيكيا، لكن للتفريق بين هالامراض مثل الطفل الجوري او غيرها من الاطفال لابد ان يعمل تشخيص بالميكروسكوب الالكتروني، وهذا يوضح اين الخلل بالضبط في اي طبقه في الجلد واين الخلل. وهذا انا افترض انه عمل ويعني شخصت الحاله. الان ناتي الى العلاج. العلاج الحقيقه موجود في كل بلاد العالم، حتى مو عندنا، وفي كل المستشفيات. العلاج مع شديد الاسف هو الى الان علاج للاعراض، علاج مساند إن صح التعبير، بمعنى أن هالفقاعات هالجروح اللي تحدث نتيجة الفقاعات لابد أن نعالجها بضمادات، بأدوية موضعية مثلا إذا كان هناك التهاب بكتيري، لأنه خلل أن يكون الجلد مفتوح، يعني قد يصاب ببكتيريا ويصير له مضاعفات. طيب يا دكتور عمر، دكتور عمر العلاج هذا هو اللي متوفر مع شديد الأسف حاليا. طيب. وهو المعمول به، نحن شفنا حالات لما كنت أعمل في الجامعة ونعالجها بهذا الشيء. الآن إذا أريد بس أن أكمل الأمل وهو وكما هو مكتوب في الأبحاث التي تجري الآن، الأمل هو في العلاج الجيني، وليش هذا مهم؟ حتى تصلح العطب اللي في الجين وبالتالي يشفى المريض تماما. لكن هذا يعني مع الأسف الابحاث لا زالت في بداياتها، مع انها بدات من اكثر من 20 سنه في العلاج بالجينات اللي هو يسمونه الجين ثيرابي. لكن الحالات اللي الان ذكرت انها تعمل في مثلا في مينيسوتا او في مايو كلينيك او حتى في جامعه ستانفورد في امريكا، في ابحاث بس ابحاث تظل محاولات في العلاج بإصلاح الداء وبالخلايا الجذعية أيضا. طيب يا دكتور عمر، هذا أنت لي بس دكتور عمر، أنت وضحت أنه لكن هو عفوا دكتور عمر، بسألك أنت ذكرت أنه يا الحين ما اكتشف له علاج، وقد يكون في علاج جيني لهذا المرض. أنا معاي أبو جوري. نعم، أبو جوري. نعم هو ما في علاج. أبو جوري تواصل مع المستشفيات تبدو لي وجاكم رد. نعم. وش كان الرد؟ الرد الموافقة ان العلاج موجود. يعني هل هو علاج ولا مثل ما قال الدكتور انه يعني في علاج بالخلايا الجذعية موجود مثبت عندي موجود في الرد، وفي علاج بالجينات الجلدية
الجلد نفسه سواء من والديها يؤخذ أو موجود عندهم في المختبرات. طيب تعليقك يا دكتور. هو هذا مثل ما ذكرت على في مستشفيات عملية برا عالمية، لكن هي تظل محاولات مثل ما ذكرت. النتائج نجاح أي علاج وأي علاج قد يكون محفوف بالمخاطر أيضا، لابد أن يراقب الأمر. إن الحالات اللي عمل عليها حالات قليلة لا يعول عليها ولا بحضر الواحد إنسانية التثبت من هذا العلاج، حتى لم يعمل دراسات بأعداد كبيرة. توه الآن محاولات أن يقر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالنسبة للجامعتين يقررونهم أن يبدأون في عمل دراسات بالجين، لأنهم ذكروا أن هناك مؤشرات إيجابية. نعم طيب. هناك مؤشرات إيجابية وللتعاقب بالخلايا الجذعية وأيضا بالجين ثيرابي. طيب دكتور، لكن أنا اللي أقصد أنها ليست تسهيله علاجيه مطبقه حتى الان. طيب دكتور عمر، خليني بس اكلم يعني باخر سؤال. طيب طيب دكتور، بس اخر نقطه يعني بما انه الان يعني ما بعد اكتشف علاج يعني قطعي مثلا هالمرض، او انه علاج يعني خاص واضح انه هذا علاج المرض، هي محاولات كما ذكرت انت. طيب ما المانع طيب انه يعني اهله يعني اهلها موافقين ويريدون هذا الشيء، انه تبتعث او انه يتم علاج بنتهم في هذا المستشفى في الولايات المتحده الامريكيه اللي اعطاهم، ارسلوا لهم حاله وردوا عليهم انه بالامكان، انه احنا يعني اوكي نحتوي الموضوع، احنا نبدا بعلاج وكورسات علاجيه. وش اشكاليه في الموضوع دام مش عندنا موضوع العلاج يا جماعه؟ وكل المستشفى العسكري وباقي المستشفى والمستشفى ومدينه الملك فهد الطبيه مستشفى الحرس والحر كلهم قالوا ما عندنا، ما اعتذروا على الموضوع وما اي علاج هالموضوع. طيب خلاص يعني افتحوا الموضوع على مساله انه تبدا يعني انه يتم علاجها في الخارج. هو من ناحية المبدئية مثل ما قلت، الواحد يقول إن هناك محاولة وما الضير، لكن الأسس العلمية تقول ولا يمكن أن يكون هناك علاج ناجح حتى أخلاقيا في استعماله إلا بعد إنهاء دراسات على مرضى كثير ونشر هذه المعلومات العلمية الموثقة عن أمان هذا العلاج وهذه الطريقة وفعالية. أخلاقيا لا يمكن أن يعالج إنسان حتى لو دواء جديد. كيف أخلاقيا دكتور؟ وضح لي أنا ما فهمت. دكتور عمر عفوا كيف موضوع أخلاقيا؟ أنا ما فهمتها. نحن على تكلم وجهة نظري كطبيب. أنا بس يرفعون الشباب الصوت لأني ما أسمع بوضوح. بس أنا واضح ما قصدت. تفضل دكتور عمر. أقول أرجو أن يكون واضحا ما قصدت. الآن بدأت أسمعك الآن. وش قصد؟ تفضل. هناك محاولات ولكن ليست علاجا ثابتا، لأنه في حتى العلاجات وطرقها في أنظمة وأخلاقيات يعني تمنع من استخدام أي دواء أو علاج إلا بعد أن تثبت فعاليته وأمانه. هذه وجهة نظري يعني. طيب يعني أنا أتفهم وكل واحد يتفهم والد الطفلة أو أي شيء. في الأصل كل إنسان ينفذ العلاج اللي يسخى منه ابنها أو بنته، هذا شيء مشروع شيء مقبول. لكن أنا من واجبي كطبيب أن أخبره بما أراه من نتائج علمية. حتى الآن أنا مع شديد الأسف في مجال العلاج بالجينات أو الجين ثيرابي أو حتى الخلايا الجذعية بالنسبة لهذا المرض بالذات يعتبر مبكرا في رأيي الشخصي. طيب شكرا. أرجو أن يكون واضح. شكرا لك دكتور عمر الشيخ، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للأمراض وجراحة الجلد. أبو جوري أرجع لك. الدكتور ذكر أنه يعني طبيا الآن لم يثبت علاج لهذه الحالة، وهي محاولات كلها موجودة، وأنت تقول لا والله أنا معايا رد من مستشفى في أمريكا أنه يقول أنه في علاج لهالموضوع. تعليقك؟ تعليقي أنا عندي جروب في الواتساب فيه أكثر من 20 شخص، فيه منهم ناس على 42 سنة. طيب 42 سنة ما قدروا يلقون علاج؟ يعانون من المرض كله؟ نعم عندي موجودين. إيه؟ في أشخاص موجودين عندي ويعانون برضو مع الهيئات الطبية مع وزارة الصحة. طيب إذا كان ردوا منه إلى الآن علمياً
وطبيا ما ثبت في علاج لها الحالة، وكلها محاولات، يعني كلام الدكتور كلها محاولات طبية لإيجاد علاج هذا الموضوع، ولم يثبت حتى الآن موضوع أنه استخدام الجينات أو الخلايا الجذعية. هذا تهرب، اسمح لي في هالكلمة، هذا تهرب من وزارة الصحة نفسها. جينا مرة واثنين وثلاث واربع وخمس وعشر مرة نفس الكلام، نفس الكلام، أنه ما له علاج، ما له علاج حتى برا. أثبت لي، قال مو بشغلك نثبت لك، حنا نثبت لأنفسنا، حنا عارفين وش نسوي وعارفين شغلنا. كذا مرة أنا أجي وأتكلم وراجع بكثرة، يعني باستمرار أراجع، لا الهيئة الطبية ولا وزارة الصحة ولا حتى خط مساندة الطفل تواصلت معهم. وش كان رد؟ في الأخير قالوا نجران أفادوا العلاج متوفر. طيب أعطوني التقرير هذا، وينه؟ خط مساندة الطفل أعطوني التقرير. قالوا العلاج متوفر؟ يقولون العلاج متوفر. نجران يقولون الهيئة الطبية تقول العلاج متوفر. بعد ما جيت أنا هنا قمت في الرياض، راحت المعاملة لنجران، قالوا متوفر، هذا كلام خط مساندة الطفل. نفسهم أفادوني كذا. انه لها علاج. إيه؟ قلت جيبوا لي التقرير. طيب اعطوني التقرير اللي سووه. متوفر هنا. طيب يقولون متوفر. طب والرسائل اللي جتك انه انت تدعي استقبال الحاله؟ ما ادري، ما انا ما فهمت عليهم صراحه. تهرب اصلا من المريض. طيب يعطونك اذا هو متوفر، يلا نبغى العلاج. طيب قلنا لهم، قلت متوفر اعطوني، وينه؟ ما يحتاج اروح برا انا، اعطوني العلاج اذا متوفر يا اخي، عالجوها، انا ما ابغى شيء. ابغاهم يعالجونها بس، ما ابغى منهم شيء. مين الخطا بالمستشفى اللي في امريكا وجاك الرد؟ انت ولا مين؟ لا لا، عن طريق شخص معين هو اللي جاب لي المعلومات. ارسل الريبورت والتقرير. نعم حق. نعم حالتها. نعم وردوا بهذا الرد. نعم. رحت وريتها ممرض فلبيني في المستشفى العسكري في نجران، هو اللي تواصل معه وجاب لي الرد. هو من نفسه كذا يعني، كان كمساعد؟ كمساعد. لا انا بحكم اني شبه يومي في المستشفى العسكري، حتى هنا في الرياض شبه يومي، لدرجة أجيبها فيها جروح، فيها روائح كريهة، الجرح متعفن، يطالعون فيها يقول ما في علاج، ما نقدر نسوي لك شيء، أخذها وامشي. بس طيب اللي قالوا لك العلاج متوفر، طيب على الأقل تقضي دامك وريتهم هذا التقرير اللي جاء من المستشفى اللي في أمريكا. هذه واللي قالوا لك موجودة معنا، هذا واللي كان من المستشفى ماي مايوكلينك. أوكي مايوكلينك، هذا من ولاية أوستن في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب وريتهم هذا؟ وريناهم كلها، هيئة الطبية جبتها له، وريته إياه، قال حنا نخاطب. طيب ما مشكلة، قلهم خاطب نفس المستشفى أو غيره، يقول حنا بنخاطب وبنجيب لك الرد. الآن سنتين وثمانية شهور وأنا أعاني، يعني ما في فايدة. طبعا هنا قالوا نفس التقرير أنه يكلف 13,000 دولار علاج مبدئيا مع المترجم، مع الفيز، مع الاستقبال. عطوا مده معينه قالوا مده احتمال 10 ايام. مع حتى الفايل، فاتحين لها فايل، انا مسوي لها فايل في المستشفى نفسه، يعني نستقبل الحال، ما عندنا مشكله. ولا جتك الرد على حتى انه موافق ان يتكفلون بالعلاج؟ يعني والله ما حد هنا تكفل نهائيا، يعني حتى الهيئات الطبيه رفضوا نهائيا. يعني لما تجي للمسؤول اقول لك بصراحه، يعني انا راجعت كذا دائره حكوميه تخص المرض نفسه او تخص بنتي ومعاناتها وتخصني انا ومعاناتي اللي انا فيها. المسؤول احيانا تاخذك اسبوع اسبوعين ما شفته، ما تقدر تقابله، مشغول يمكن. مشغول ايه. طيب نجي نبي، قال عندك موعد مسبق، لازم موعد. طيب كيف اسوي موعد؟ كيف اسوي؟ طيب انا عاني الان، انا ابغى مثلا، انا عاني الحين ابغى اقابل المسؤول الحين. يقول لي لا مو على كيفك، احنا ما نقدر. مستشفى القوات المسلحة بالرياض هنا انطردت من مكتب المدير، من السكرتير نفسه طردني، وجاب لي الشرطة العسكرية وجاب لي الحراسات وطلعوني برا، وممنوع تدخل. وش اللي ممنوع أدخل؟ أبغى أتخاطب أنا مع مدير المستشفى نفسه، خلني أتكلم مع مدير المستشفى. يقول لا مو على كيفك، تكلم، رح لطبيبك المعالج. طبيب المعالج أجي أكلمه يكتب في أوراقه يحطها في الملف ويقول الله يستر عليه. جلست فترة أنا أجيب أصار معين، مراهم معينة، جلست فترة أنا أجيبها من البحرين. البحرين أحسن منا؟ لا ما هي أحسن منا. وفيه مركز عندهم جاي من بريطانيا، أكبر مركز جلدية في بريطانيا اللي هو ديبرا، ما هو موجود عندنا هنا. حولوني للمستشفى العسكري هنا، قالوا حاول تراجع مراكز حروق متقدمة. عندنا في السعودية ما في مراكز حروق متقدمة. ويني؟ كل ما جيت مستشفى أبغى مركز حروق قال ما عندنا، في العناية المركزة فقط لا غير. دكتور في المستشفى العسكري جبتها له مرة في الطوارئ هنا، مستشفى القوات المسلحة هنا مدينة الأمير سلطان، يقول لي يؤسفني أقول لك علاجها تخدير مدى الحياة. طيب هذا منطق بالله تكلم معي كطبيب وفاهم؟ طيب لو صدمتني في وقتها، أنا مريض قلب يعني ما أتحمل. دكتور الله يمسيه بالخير، الدكتور أحمد الفقيه.
طيب ابو جوري، اسال الله ان يشافيها ويعافيها ويقر عينك انت وامها بعافيتها يا رب العالمين. ايش طلب فيه في النهايه؟ أناشد مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ينظرون في حالي أنا وبنتي وما يتركوننا، يعني ينظرون بحال بعين الشفقة صراحة، يعني لأني أنا أعاني وأمها تعاني والبيت كله يعاني. تتألم حالة سيئة، تتألم يعني. هي من هال أي تتألم تتعذب، مو ألم تموت في اليوم مليون مرة. احنا الناظر ما احنا قادرين نسوي لها شيء، ونجيبها المستشفى ما يستوعب، ولا تلعب مع الاطفال ولا تحتك في الاطفال ولا تلعب مع اطفال. صار احتكاكي في حتى اخواني، انا صار احتكاكي معهم عوائل يمكن 1%، يعني من فتره انا جاي الرياض لي سنه. هم يخافون على عيالهم انه تعدى ولا هي ما تبي؟ هي ما تبي. في ناس خايفين يقولون احتمال يكون معدي، بس ما يقولونها لنا مباشره، يعني الاحظ انا من حركه الاطفال حركة الكلام، حركة بعد كذا وخر، لا هي بنفسها صارت تخاف حتى من الإنسان اللي يعدي من جنبها حتى وما هو ناظر لها، صارت تخاف من أي شيء يقرب منها. حتى النوم يعني لما نجي ننيمها لازم تكون في مكان مريح مرة عشان تنام. الله يكون بعونكم يا رب العالمين ويشافي ويعافي جوري وكل من يعاني من هذا المرض. رسالتك وصلت، صوتك وصل إن شاء الله بإذن الله، ومنبر يا هلا دائما ما يفتح المجال لكل من لديه معاناة أنه ينقلها من خلال هذا المنبر. أتمنى بإذن الله رب العالمين وأجزم أنه سيكون هناك تجاوب إن شاء الله مع حالة جوري بإذن الله، ونتسمع أخبار جميلة بإذن الله إن لم يكن لها علاج هنا على أقل تقدير أنه يعني يتم علاجها في الخارج. نبي ولاة الأمر بس ينظرون الوضع بإذن الله ستجد التجاوب مع حالة بنتك بإذن الله ومع حالة كل من يعاني. لكن اللي بعدهم هم اللي عذبونا صراحة. لا إن شاء الله بإذن الله، لا لا يعني يجد أو يجد صوتك بإذن الله طريق مفتوح بإذن الله وباب مفتوح إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله طلعت معنا، شكرا لك. الأخ سعد الشهراني والد الطفلة جوري اللي تعاني من مرض تحلل الجلد الفقاعي، وكذلك شكرا لرئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد الدكتور عمر الشيخ اللي كان معنا قبل قليل. ما زلنا معكم في طرح قضايانا عبر برنامج هلا، لكن فاصل قصير ثم نعود إليكم.